أوقفت المصالح الأمنية بمدينتي الجديدة في ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس الأحد لاعبا وداديا مشاهيرا بعدما تم ضبطه رفقة فتاة في سيارته دون التوفر على ورقة الخروج الاستثنائية. وكشفت مصادر خاصة لشوف تي في أن الشرطة سمعت للاعب الوددي والفتاة التي كانت برفقتها قبل أن يتم إطلاق سراحهما. وأوضحت المصادر ذاتها أن اللاعب الوددي كشف في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة أنه كان بصدد إيصال الفتاة لمنزلها بعدما تعذر عليها إيجاد وسيلة نقله.